مساء الخير واهلا بحضراتكم معانا وحلقه جديده ومباشر من مصر ومن البرازيل. فازت المانيا بالمونديال ببطوله كاس العالم، ودي كانت للمره الرابعه للالمان او الماكينات الالمانيه، وهم فعلا ماكينات. يعني طبعا الف مبروك كل حاجه، بس هم حتى الفرحه عندهم ما كان يعني مش زي فرحه حتى الاوروبيين اللي هم مثلا ايطاليا ولا اسبانيا، ولا طبعا بتوع جنوب افريقيا جنوب امريكا، ولا طبعا اكيد زينا احنا احساسنا بالفرحه بيبقى مختلف. هم فرحوا شويه وبعدين بيستعدوا بقى للتتويج، لكنها المره الاولى، وده يمكن الجديد ان هي تبقى المره الاولى فوز فريق اوروبي على اراضي جنوب امريكا لما يكون المونديال في جنوب امريكا، يعني اول مره يحصل من 1930، لكن المره الرابعه ليه. دي اول مره يا استاذ خالد. استاذ خالد ميري مدير تحرير الاخبار وعضو مجلس نقابه صحفيين، بينورنا النهارده فقره الاخبار. ازي حضرتك؟ طبعا المانيا تستحق، خد كاس العالم عن جداره. يعني فريق منظم، فريق بيتمتع بلياقه بدنيه عاليه جدا، فريق بيتمتع بفنيات عاليه جدا، تكتيك، التزام، نظام في الملعب، ماكينات فعلا. واكتر فريق عنده استمراريه في كل كاس العالم، يعني خد كاس العالم اربع يعني مرات، وصل للنهائي اربع مرات، المركز الثالث، يعني وصلوا الدور قبل النهائي في اربع كؤوس عالم ورا بعض، يستحقوا انهم يفوزوا بكاس العالم. ناس كثيره بترجع ده لانه ان هم ما بيعتمدوش على النجم الواحد، هم بيعتمدوا على تيم وورك على كذا نجم، يعني كلهم نجوم. النجم هي الخطه وهي اللعيبه كلهم، غير كل الفرق الثانيه حتى البرازيل. طبعا احنا صدمتنا في البرازيل كبيره جدا، يمكن اكبر منهم هم شخصيا، لكن اللي احنا نعرفه برضو عن البرازيل انها بتقوم بسرعه وان ده مش هيكسرها. يعني اكيد، بس هو المؤكد ان ده اضعف فريق في تاريخ البرازيل لعب في كاس العالم. يعني كويس قوي انهم وصلوا قبل النهائي، هم ما كانوش يستاهلوا حتى انهم وصلوا قبل النهائي. يعني كولومبيا كانت تستحق انها توصل اكتر منهم، لكن المانيا كوستاريكا لعبت مونديال هايل. المانيا فريق متكامل، فريق مش فريق النجم الواحد، هو الفريق كله نجم. صحيح. فمبروك. وده يعلمنا التيم وورك، ويعلمنا ان احنا اللعب مستفاده من اللعب الجماعي هو اللي بيحقق الاهداف. يعني موضوع النجم الواحد والرجل اللي ممكن يعمل كل حاجه لوحده ده خلص من العالم. يعني حتى الفرق الكوره لازم كلنا نشتغل مع بعض عشان نكسب حاجه كويسه. طيب برضو مره تانية مبروك لالمانيا. ونرجع بقى لاخبار المصريه والاخبار العالميه والعربيه. اول خبر معانا، الرئاسه توجه الدعوه لرجال الاعمال لحضور الافطار مع السيسي اليوم. يمكن هو اول خبرين يعني الحقيقه، وبيعتمدوا على فكره انه دي تاني دعوه، وان ده يدل على اهتمام الرئيس بفكره انه يتقابل مع رجال الاعمال بحيث ان هم يتكلموا في اجنداته في ملفات مختلفه، منها الاسراع لتنفيذ مخطط اعاده ترسيم المحافظات. وده طبعا يعتبر يعني السيسي اول رئيس يعطي ملامح واضحه للخروج من الوادي واعاده رسم الخريطه المصريه، وان هم بيقولوا ان ده ممكن يؤدي لفكره يعني وجود استثمارات بشكل مختلف، لان شكل المحافظات المصريه هيختلف. ايضا توفير مناطق صناعيه لجذب رؤوس الاموال، مساواه المستثمر الوطني بالمنافسين، استراتيجيه واضحه للطاقه. دي كانت الاجنده الموجوده على مائده. يعني اعتقد انه اللقاء مهم جدا، وده ثاني لقاء خلال اسبوع بيجمع الرئيس برجال الاعمال. يعني كان لقاء جمعوا بيهم لمده 45 دقيقه منذ ايام في منتدى الاخبار للحوار، في وجود عدد كبير من رجال الاعمال. حضر فريق السيسي، حضر الرئيس السيسي لمده 45 دقيقه، وقال كلمه مهمه لتشجيع رجال الاعمال على العمل، وعلى ان يعطوا لمصر كما ان مصر اعطتهم الكثير. اعتقد ان اللقاء بتاع بكره قطعا مصر لا يمكن ان تتقدم للامام الا بالاستثمارات. يعني لا يمكن ان يعيش الشعب المصري، ولا يمكن ان يحقق الشعب المصري امال وطموحاته في ثورتيه العظيمتين الا من خلال الاستثمار ومن خلال العمل. في النهايه الاستثمار يجب ان يكون من خلال خطه واضحه، الاستثمار يجب ان يشارك فيه جميع المصريين، ورجال الاعمال في المقدمه، يعني بما يمتلكون من امكانات ومن كفاءات. الاستثمار المحلي او الاستثمار رجال اعمال مصريين هيكون يمكن شكل اسرع، او بيكون ليه هيحقق نتائج اسرع قطعاً من استثمارات عربيه او اجنبيه. يعني النقلة الكبيرة لا يمكن أن تتحقق إلا باستثمارات عربية وأجنبية، لكن الاستثمار المحلي مصر في أمس الحاجة إليه اليوم. يعني مع كل ما تعاني مصر من مشاكل اقتصادية ومشاكل اجتماعية، يعني جعلت مصر تتراجع كثيرا إلى الوراء، أعتقد أنها في حاجة إلى أن تدور عجلة الانتاج سريعا. الاستثمار المحلي طالما أن لديك رجال أعمال يمتلكون رؤوس أموال ضخمة داخل مصر، فالأولى أن يسارع هؤلاء بالعمل، ثم بعد ذلك
رجال الأعمال في العرب، رجال الأعمال الغربيين لن يأتوا إلى مصر إلا عندما يتوفر لدينا بنية أساسية وبنية قانونية قادرة على جذب رجال الأعمال وعلى منحهم الأمن والطمأنينة الكاملة. عندما يروا أن رجال الأعمال المصريين ولدينا رجال أعمال بيستثمروا خارج مصر في عدد كبير من الدول، عندما يروا هؤلاء بيسارعوا بالاستثمار داخل مصر، أعتقد أنها أيضا ستكون رسالة مشجعة جدا لرجال الأعمال في الخارج. يمكن أهمية اللقاءات أيضا أنها جت بعد ما إشاعات كثيرة انطلقت في الفترات الماضية عن وجود حالة من التخوف لدى رجال الأعمال، وعن وجود حالة من الإحساس بأن هناك حالة من الترصد لرجال الأعمال. خالد، هل على أرض الواقع حضرتك، يعني برضو في مجال الميديا والصحافة وتبقوا برضو يمكن ليكوا علاقات، هل فعلا ما فيش تخوف من رجال الأعمال؟ يعني لأنه معظم خطابات الرئيس يعني بيتكلم فيها على أنتوا أخدتوا كتير، المفروض ده وقت أن أنتوا تدوا. رجل أعمال بشكل عام مش لازم يبقى فاسد، هو رجل أعمال، رجال أعمال ناس كتير كويسين، ولكن كلام زي ده ممكن إلى حد كبير يخوفهم. برضو موضوع أنه هو ضرايب على العقارية، ضرايب على البورصة، ضرايب الحد الأقصى، حاجات كتير كده بدأ بيها قبل حتى موضوع شيل الدعم وموضوع البنزين، يعني كانت حاجات كتيرة ليها علاقة بفئة رجال الأعمال. هل ده ممكن ما يكونش فعلا مخوفهم؟ هي في النهاية لا، هو فعلا خوف، يعني هذه الشائعات أعتقد أن كان لها ظهير قوي في أرض الواقع، أنهم فعلا كانوا خايفين. وعشان كده قال يعني عندما يعقد الرئيس لقائين خلال أسبوع واحد مع رجال الأعمال، أعتقد أنها رسالة هدفها الرئيس هو طمأنة هذه الفئة وهو دفعهم إلى العمل. يعني نحن لا نتحدث على الإطلاق عن رجل أعمال فاسد أو عن رجل أعمال حرامي أو عن رجل أعمال امتص دم الغلام، نحن نتحدث عن رجل أعمال حقق ما لديه من أموال بعمل وبكده ولديه استعداد لأن يعطي مصر، لأن مصر بالفعل الآن في حاجة إلى عطاء كل أبنائها. وفي المقدمة رجال الأعمال، إذا لم يكن رجل الأعمال الذي يمتلك المليارات قادر على بناء مصانع جديدة، قادر على بناء مشروعات جديدة، قادر على تحقيق خطط الدولة في التنمية، قادر على توفير فرص عمل، أعتقد أنه لا أهمية لوجود رجال أعمال. سؤال تاني برضو ليه علاقة برجال الأعمال، في ناس كثيرة تقول لك أنت دلوقتي بتقول استثمارات جديدة ومصانع جديدة وتنمية بشكل جديد وانت عندك بالفعل مصانع موجودة ومغلقة أو ما فيهاش يعني عمل، عندك رجال أعمال كتير مش بيصرفوا حتى على يعني عمالهم وبيعملوا طول الوقت اعتصامات العمال لأنهم حتى ما بيقبضوش مرتباتهم. حتى في كان انتقاد لبعض رجال الأعمال لما كانوا جت فترة التبرعات، يقول لك فلان فلان يتبرع مش عارفه كذا مليون، يقول لك تبرع ما بيتبرعش بحاجة. لا، هو بعيدا ان تبرع او متبرع، حتى لو كان تبرع بدل ما تتبرع للمطلق، روح حتى على الأقل سدد ما عليك للعمال وسدد ما عليك او عيد تشغيل المصنع اللي مقفول او المتهالك. يعني الفكرة دي هل هي فكرة صحيحة سليمة؟ يعني هل تقطع الفكرة صحيحة وسليمة تماما؟ واعتقد انه يعني عندما نتحدث عن دور رجال الاعمال، كل ما تحدثي عنه يجب ان يكون داخل هذا الدور، يعني تشغيل كل المصانع المتوقفة عن العمل، إعادة تشغيل المصانع المستهلكة، منح العمال حقوقهم كاملة. عندما نتحدث عن دور أيضا توفير حد أدنى للأجور للعمال في هذه المصانع وللعاملين في هذه المصانع، يعني هذه منظومة متكاملة. أعتقد أن هذه اللقاءات هي مجرد لقاءات تشجيعية، هذه اللقاءات عندما تتحدثي عن نتيجة تنتظري منها نتيجة، هذه النتيجة لا يمكن أن تأتي إلا من خلال خطة متكاملة توفر بيئة مناسبة جدا وآمنة جدا لرجل الأعمال لكي يعمل، وخطة متكاملة توفر بيئة مناسبة جدا أيضا للدولة لكي تحصل على حقوقها وللعاملين لكي يحصلوا على حقوقهم. أعتقد أن كل هذه الأجنحة يجب أن تنطوي تحت لواء خطة واضحة وخطة واحدة، إذا كنا نريد من رجال الأعمال أن يعطوا لمصر بالفعل، وإذا كانت مصر يمكن أن تستفيد من رجال الأعمال. يعني لا يتحول الأمر إلى مجرد كلام في الميديا، لا يتحول الأمر إلى مجرد ظهور في وسائل الإعلام، لا يتحول الأمر إلى مجرد فشخرة بدون فعل على أرض الواقع. صحيح، وهي في النهاية هي حلقة دايرة واحدة، يعني هي دايرة واحدة. حلقة واحدة ودايرة واحدة. يعني النهاردة أنا بدي تسهيلات مثلا لرجال أعمال عشان يبدأوا يعيدوا المصنع، عشان العمال يبدأوا يشتغلوا، عشان العمال يقبضوا، يعني هي واحدة، مفيش حاجة اسمها أنا يعني أجنب. عشان بس في ناس بتقولك إحنا رجعنا تاني لرجال الأعمال ورجعنا تاني لفكرة إن أنا بحابي لرجال الأعمال على الرغم من كل القيود اللي كانت موجودة أو كل الضرائب اللي فرضت، لكن في ناس قلقانة ده على الجانب الآخر من فكرة إن هو يلتقي نظر بيهم. نظر أيضا محترمة، لأنه مصر معانته من فساد طوال عصر مبارك، ثم بعد ذلك معانته أيضا من فساد رجال الأعمال الإخوان. أعتقد أن الشعب المصري لديه الحق أن يكون متخوف. عشان كده احنا بنتحدث أن أي عمل أو أي دفع إلى الأمام يجب أن يكون من خلال منظومة واضحة، منظومة شفافة. رجل الأعمال يحصل على بيئة مناسبة للعمل، في نفس الوقت يؤدي كل ما عليه من حقوق للدولة وللعاملين.
وتكون هناك شفافية في التعامل. لا أحد يحصل على ما هو ليس من حقي لأنه رجل أعمال، لا أحد يحصل على أرض الدولة بملاليم وباضطراب الفلوس كما شاهدنا في العصور الماضية لمجرد أنه رجل أعمال أو له علاقات مع النظام. يعني هذه الأمور تخيف الشعب المصري، والشعب المصري من حقه أن يخاف، لكن في النهاية نحتاج إلى بيئة مناسبة، ونحتاج إلى عمل. رجال الأعمال هم في النهاية جزء من الشعب المصري، وجزء مهم جدا في هذه الفترة إذا أردنا لمصر أن تنطلق إلى الأمام. مهندس إبراهيم محلب بيواصل جولاته في الصعيد بزيارة محافظة قنا وأسيوط والأقصر. الحقيقة في كذا يعني محافظة لكذا هدف. وزير الري يعد بالانتهاء من مشروع قناة أسيوط منتصف 2017، ومحافظة سوهاج تزيل حالات التعدي على الأراضي الزراعية. خلينا نقف على زيارة المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء لمحافظة قنا. معنا على التليفون أستاذ أسامة الهواري مدير مكتب الأهرام. ألو. الو، اهلا وسهلا استاذ اسامه. اهلا وسهلا استاذ هناء، وسلام وتحياتي للاستاذ خالد بير ضيف حضرتك. اهلا بيك استاذ اسامه. ويعني تقول لنا كده ايه اهم ما دار في هذه الجوله في محافظه قنا بالتحديد، وكان الاهتمام الاول لرئيس الوزراء كان في اي من المشروعات واي من المناطق بالضبط في قنا؟ يعني حضرتك جوله السيد رئيس الوزراء بدات مع دقات الساعه 6 صباحا، كانت برفقه 7 وزراء هم وزراء التموين والصحة والبترول والإسكان والتنمية المحلية وتطوير العشوائيات. بدأت بأطراف محافظة قنا عندما قام بتفقد محطة مياه الشرب بأبو تشت شمال محافظة قنا، وتفقد المحطة وأكد أنه سيتم افتتاحها خلال الشهر المقبل، ودي تكلفتها حوالي 300 مليون جنيه. المحطة دي بالفعل ستحقق يعني احتياجات أكثر من 300,000 نسمة. واستمع رئيس الوزراء خلال جولته في المحطة إلى عدد من الأهالي ومطالبهم. دي نقطة. النقطة الثانية كانت في مستشفى قنا العام عندما تفقد عدد من المرضى وأقسام المستشفى واطمأن على تواجد الأطباء داخل المستشفى. طب حالات المستشفيات كانت عاملة إزاي يا أستاذ أسامة؟ يعني كويس ان طبعا رئيس الوزراء بيتفقد بنفسه، بس يعني هل الحاله يعني حالات المستشفيات بتهمنا؟ لان هي في النهايه بتاثر على شكل الخدمه الصحيه اللي بتقدمها، فكيف تراها انت يعني؟ يعني بعيدا عن زياره رئيس الوزراء، طبعا هناك قصور شديد في المستوى الصحي في مستشفيات الصعيد، وربما هذا كان نص تساؤل للسيد رئيس الوزراء في تصريحاته لي اللي أخذتها اليوم حول الصعيد. هل بعد ثورتين سيستشعر أن هناك اهتمام حقيقي من الحكومة بأهل الصعيد؟ وكانت إجابته بأن سيتم ضخ استثمارات حقيقية، والمواطن سيستشعر هذا، وأن هناك فارق بين 2014 و2013 بالنسبة لأهل الصعيد. قطعا حضرتك ان هناك قصور شديد في قطاع الصحه في صعيد مصر وتحديدا في محافظه قنا. ويكفي ان اضرب لحضرتك مثال بسيط، ان عندما يكون هناك حادث في ارجاء مدينه قنا يضطر الاهالي ان ينقلوا المصاب الى اسيوط لنظرا لعدم وجود مستشفى تعليمي يفتح باب الطوارئ امامهم. فاعتقد ان هذا المثال يوضح كيف ان يتم نقل مريض من قنا الى اسيوط على بعد 300 كيلومتر. يوضح لحضرتك. طب ايه بقى الخطوات اللي المفروض تتخذ في مستشفيات محافظه قنا بعد زياره رئيس الوزراء؟ اعتقد ان هو كانت تعليماته واضحه بان يتم فتح كافه اقسام الطوارئ بكل المستشفيات بالمراكز، وكذلك ان هو يتم اعطى توجيهاته لوزير الصحه خلال الجوله بان يتم زياده اعداد الاطباء، لان هناك نقص شديد في الاطباء في الوحدات الطبيه بالمراكز والقرى والنزوع. هناك وحدات لا يوجد بها اطباء، وهذا ما استمع اليه رئيس الوزراء ايضا واهتم به اهتماما بالغا. كذلك ربما كان السؤال الذي طرحته عليه ايضا كان مهما، هو كيف ستواصل الحكومه ضبط الاسعار خلال الايام القادمه؟ كان رده اعتقد انه عمليا اكثر من لازم، انه كسر البرنامج المحدد له رئيس الوزراء وقام بالنزول الى عدد من المنافذ لكي يطمئن على ان الاسعار لم يحدث فيها زياده وان تواجد. والله يا استاذ اسامه الموضوع ده محتاج مراقبه ومتابعه دوريه ويوميه، ومش من رئيس الوزراء اكيد ولا حتى الوزير، يعني هي من المحافظه نفسها، يعني من كل اجهزتها لازم تكون سواء في قنا او في كل محافظات مصر في هذا الموضوع بالتحديد. بشكرك شكرا جزيلا استاذ اسامه الهواري مدير مكتب الاهرام بقنا.
وبرضو الدكتور حسام مغازي وزير الموارد المائية والري خلال زيارته لمحافظة أسيوط قال أنه سيتم الانتهاء من مشروع قناطر أسيوط في سبتمبر عام 2017 واللي انتهى لحد دلوقتي من 41%. ومديرية قامت مديرية الزراعة بسوهاج بالتعاون مع الوحدة المحلية بجميع مراكز المحافظة بتأمين قوات أمن سوهاج تنفيذ إزالة 14 حالة من التعديات على الأراضي الزراعية. في دي بس حاسس على حضرتك سؤال قبل ما ننتقل للخبر اللي بعده، موضوع التعديات على الاراضي الزراعيه. احنا شايفين ان في مجهود الحقيقه كبير جدا في محاوله ازاله كل التعديات، لكن اللي احنا بعينينا بنشوف ان لا زال على الاراضي الزراعيه موجوده في محافظه القاهره بنا لحد دلوقتي. انا معديين في اماكن معينه بلاقي ناس بتشتغل على الارض الزراعيه وبيبنوا، اقول يا ربي انتم مستنيين ناس يبنوا عشان بعد كده ازيل، يعني ليه ما فيش وقف لهذا الزحف؟ يعني الحقيقه ان احنا من 25 يناير حتى الان يعني شهدنا حاله من الانفلات الكامل في هذه المسألة. يعني الألاف استغلوا فترة الفوضى التي عاشتها مصر وقاموا بالتعدي على أراضي الدولة، قاموا بالتعدي على الأراضي الزراعية، قاموا بالتعدي على نهر النيل. أعتقد أنها حالات صارخة وحالات متعددة ومنتشرة في كل محافظات مصر. إزالتها أعتقد أنها ستأخذ وقتا طويلا، قطعا ستأخذ وقتا طويلا، لأن الحالات انتشرت وأصبحت كالورم السرطاني في جسد مصر. لكن مهم جدا كما قلت أن نفرض النظام الآن، مهم جدا أنه حتى ننتهي من إزالة كل التعديات القديمة ألا نسمع بتعديات جديدة الآن. يعني الآن مطلوب من، وده دور المحليات في الأساس، يعني كما قلت يعني الرقابة على الأسعار، كما تتحدثي عن الرقابة على الأسعار كما تتحدث قطعا على الإطلاق لم تصل إلى المحليات نهائيا. يعني كل المشاهد وكل المظاهر وكل المعاناة التي تعانيها مصر من انفلات في الأسعار، من انفلات في التعديات، أعتقد أن الثورة المحليات لا علاقة لها بالثورة، والثورة لا علاقة لها بالمحليات. رئيس المجلس المحلي يمكن أهم من رئيس مجلس الشعب أو طبعًا. رئيس الجمهورية كمان طبعًا. لأن رئيس المجلس المحلي هو اللي بيتعامل معه مباشرة، هو اللي يعني هو رئيسها المباشر. فللأسف احنا لحد الوقت يعني ما نقدرش نعمم، لكن إلى حد كبير المحليات لسه ما وصلت لهاش خالص فكرة خالص. وهي يمكن فكرة أن اللامركزية والمحافظات أعتقد أنها فكرة مهمة جدا، لكن المهم أن يتم تنفيذها بشكل سليم. وفي نفس الوقت برضو موضوع الباعة الجائلين والفترة اللي فاتت أيضا هذا الملف فتح بشكل كبير، وكان في يعني طفرة في هذا الموضوع في كثير من الأماكن في محافظة القاهرة. لكن مدير شرطة النقل بيعلن خلو المترو من البائعين ما عدا محطتي حلوان والمنيب. يعني المحطتين دول لسه الفترة الجاية يعني بنقول اهو الحلوان والمنيب، عشان بس الناس تقول. انا عايزك ترد على الناس بتقول لك ايه، طب الناس دي تسترزق ازاي، طب حرام يشيلوا حاجات دي. يعني اول ناس بتتعب وبتتضايق من وجود باع الجائلين اللي يعني بيعطلوا الامور، لكن في نفس الوقت لما يحصل نظام ويفرض القانون يقولوا طب يا حرام الناس دي يعني هيبقى يعني رزقها هيجي منين. وفي وجهه نظر، يعني هي وجهه نظر قطعا ومتحترم. فترى الدوله ممكن تعمل ايه في هذه يعني كما فعلته يعني في الاتفاق مع الباع الجائلين في 26 يوليو تحديدا وفي منطقة وسط القاهرة، عندما تم توفير بديل لهم في محطة الترجمان، محلات لهم بعد رمضان سيتم نقلهم إلى هناك. أعتقد أن ده دور مهم للدولة، يعني عندما تقوم بإزالة الباعة الجائلين لكل ما يسببوه من أضرار ومن خسائر للمواطن البسيط والاقتصاد المصري بأكمله، أعتقد أنه أيضا هؤلاء من حقهم أن توفر لهم فرصة للحياة الكريمة حتى لا يتحولوا إلى مجرمين وبلطجية. وأعتقد أن الحكومة يعني كما أعطت المثل في منطقة وسط القاهرة، أعتقد أنها مطالبة بده في كل محافظات مصر. إذا كنت تريدين القضاء على ظاهرة الباعة الجائلين، إذا كنت تريدين تنظيف الشوارع، إذا كنت تريدين توفير يعني ده في النهاية هيوفر جزء كبير من الأمن، جزء كبير من الوقت، جزء كبير من الراحة للمواطنين، وسيساعد في انطلاق الاقتصاد للأمام. لكن هؤلاء أيضا فئة من المجتمع يجب أن توفر لهم فرصة للحياة. أنا هقول لحضرتك على برضو حاجة رؤى العين شفناها، إحنا بنمشي من التلفزيون بيكون فيه على الكورنيش باع جائلين كتير جدا، وشفنا بعيننا بيجي الشرطة تزيل التعديات وتزيل الباع جائلين فورا انصراف الشرطة. تاني يوم حضرتك تاني يوم هم موجودين كأنها مسلسل مستمر، هم عارفين انهم هيتشالوا وان هم تاني يوم راجعين. يعني الحياه بشكل كبير قوي فكره وجود اماكن بديله هايله، لكن برضو برجع اقول لحضرتك ان في البعض يقول ان الباعة الجائلين في حد ذاتهم هم عايزين يفضلوا في هذا المكان، لان هو ده المكان اللي بيكون فيه مثلا مطلع مترو ولا منزل مترو بيبقى فيه ناس كتيره بتعدي، انما لو ما تنقلني في حته بعيده مين اللي هيجي لي؟ فهو حابب هذا المكان، هو مش عايز يروح للمكان اللي انت هتنقله. يعني هو في النهايه الدوله مطالبه بتوفير الاماكن، لكن فورا ان يتم توفير الاماكن الدوله مطالبه بفرض القانون. صحيح. يعني عليهم أن يحترموا القانون، وعلى هذه الحملات أن يكون هناك استمرارية في الحملات حتى تتأكد الدولة من أنه تم فرض القانون وتم الالتزام بالقانون.
وأن يتم معاقبة من يخالف بعد ذلك. عندما تقوم الدولة بدورها في توفير الأماكن وتوفير البديلة لهؤلاء الباعة، بعد ذلك الدولة عليها أيضا دور كبير في فرض القانون على هؤلاء الباعة. أعتقد أنها أيضا يعني حلقة متكاملة كما نتحدث، يعني لها أكثر من جانب، والدولة عليها أن تقوم بكل العمل في وقت واحد وبالتوازي أيضا. صحيح، ونرجع ونقول المراقبة والمتابعة، يعني أنا بفرض القانون لكن لازم أراقبه وتابع أنه هو مفروض على طبعا. طول، مش النهاردة بس، كان في موضوع الأراضي الزراعية، إذا كان في موضوع الباقة الجائلين وغيرها من المشاكل اللي ممكن بتكون بتواجه مصر. مشكلة الأساسية والأزلية اللي في مصر دلوقتي بقت الكهرباء. أنت الكهرباء بتقطع عنك دلوقتي، يعني الحمد لله بتقطع وقت الفطار بتقطع وقت الصلاة، بتقطع وقت السحور عادي جدا. كم مرة في اليوم؟ يعني الحكومة بتعلمنا الرومانسية وإن احنا نفطر على ضوء الشموع ونسحر. لا كم مرة في اليوم يعني؟ يوميا بتقطع على الأقل مرة لمدة ساعتين على الأقل، وممكن مرتين لمدة 4 ساعات في أوقات مختلفة. وفي أوقات الحكومة وعدت أن الكهرباء مش هتتقطع فيها، وعدت أن الكهرباء مش هتتقطع في وقت الفطار، مش هتتقطع في وقت السحور، يعني أعتقد أوقات معينة. هي فعلا هو ده السؤال اللي ممكن أطرحه على دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، وأنه ليه ما بيبقاش في جدول معين يبعد فيه عن مواعيد الفطار والسحور ومواعيد الصلاة. ألو دكتور محمد. اهلا وسهلا استاذ هناء، ازي حضرتك؟ ازي حضرتك يا دكتور محمد، واحنا اتكلمنا كذا مره واحنا فاهمين وجهه نظر وزاره الكهرباء بشكل كبير والدوله، وان الاحمال عاليه وان المحطات متهالكه وان الفتره اللي احنا فيها اقصى فتره، وانه من ان شاء الله من يمكن شهر 9 و10 الموضوع هيبدا يخف في النتيجه لتحسن الجو. يمكن ده ملخص كتير من مكالماتنا ويعني اتصالاتنا مع حضرتك، ولكن خليني اسال على جدول قطع الكهرباء اللي الناس كتيره متضايقه منه، وهو وقت الفطار، وقت السحور، وقت يعني مثلا الصلوات، يعني في اوقات محدده الناس مستغربه انه انت سايب طول اليوم وبتيجي في اوقات معينه الناس محتاجه فعلا الكهرباء فيها وبتتقطع عليهم، فهل ده ممكن احنا نتفاداه في الفتره القادمه في ال 14 يوم على الاقل الفاضلين في رمضان؟ هو الاول خلينا نبدا بالاخبار الطيبه، انه دوله رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب اعلن في جولته، حضرتك عارفه، افتتح محطتين شمسيتين توليد الكهرباء من الشمس في الأقصر، وتوجه إلى قنا، وصرح إن شاء الله بإذن الله أنه في غضون يعني شهر ونص هيكون في انفراجة واضحة في مجال تخفيف الأحمال في الكهرباء. لكن خلينا نرجع تاني ونقول، يمكن حضراتكم تابعتوا معانا أنه كان في بيان صحفي أصدرناه من وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اليوم، أنه في برجين تعرضوا لعمل تخريبي في المنطقة اللي ما بين محطة محولات شمال أكتوبر ومحطة محولات الشيخ زايد. بنقول برضو أنه لكن الحمد لله العمل الآن على قدم وساق في الموقع، إعادة الأمور إلى ما كانت عليه مرة أخرى، وإن شاء الله بإذن الله عندنا قدرات إضافية هيتم إضافتها في غضون الشهر ونص دول. احنا كنا دخلنا 500 ميجا من محطة بنها، دخلنا 1000 ميجا من محطة شمال الجيزة، والبقية تباعا من محطة العين السخنة وما تبقى في بنها وشمال الجيزة. عندنا كمان ان شاء الله بإذن الله كميات من الغاز، حضرتك عارفة انه عندنا محدودية في الموارد، وخاصة ما توفره البترول والطاقة والبترول والثروة المعدنية من وقود من غاز ومازوت وسولار لمحطات توليد الكهرباء. ده برضو ان شاء الله في كمية من الغاز هيتم استيرادها وهتصل للبلاد في سبتمبر، مطلع سبتمبر القادم. فتوفر الوقود مع القدرات الإضافية اللي هتضخ ده هيلعب دور ومع تحسن الجو، يعني خلينا نقول ان احنا في سبتمبر وفي اكتوبر اكيد الجو غير اغسطس ومايو غير امبارح واول امبارح. صحيح فاحنا متخيلين ان هيحصل انفراج بشكل او باخر، اذا كانش بشكل يعني الناس مسؤوله عنه فربنا هيبقى مسؤول عنه من حيث الجو وتحسن الجو. لكن برضو خليني ارجع لنفس النقطه، وهي اللي ما يواجهه الناس الان من مشاكل، مش في قطع الكهرباء، لكن قطع الكهرباء اكثر من مره ومرتين وثلاثه في اليوم لمده ساعه وساعتين وفي اوقات محدده، يعني خاصه جدا بالفطار وفي السحور. هو طبعا لا شك انها مشكله وكلنا بتعرقنا كلنا كمواطنين، ده نتيجه لتراكمات وموروث ثقيل للسنوات الثلاث الماضيه اللي ما مكنتش وزاره الكهرباء انها تنفذ الخطط اللي كانت موضوعه، بحيث انه يكون دايما معدلات الانتاج اكثر من معدلات الاستهلاك. لكن للاسف الشديد احنا طبعا كان غياب الحاله الامنيه، اعتراضات الاهالي على بعض المشروعات، زياده السرقات في الكهرباء، خلينا نتكلم بصراحه. النهارده عندنا شرطه الكهرباء يمكن كل 24 ساعه بتعمل قرابه 5000 محضر سرقه، احنا فتحنا الباب للعدادات الكوديه، شغالين فيه بكثافه في مجال توليد الكهرباء من الشمس والرياح. عندنا خطط ان شاء الله باذن الله هنولد
قرابة 1470 ميجا أيضا في غضون يمكن عام من الآن من الرياح، بالإضافة ل 1340 ميجا هتتولى تنفيذ العمل فيها هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وإن شاء الله بإذن الله يعني نأمل مع تعاون المواطنين في ترشيد هنقدر نقلل ونقضي على ظاهرة حسين. حسين بتعاون من المواطنين يا دكتور محمد، يعني موضوع إن الناس بجد بقت تحس بفكره تخفيف الاحمال، اللي بيطفي نور الاوضه، اللي بيطفي تكييف يولع واحد بس، اللي بيطفي مروحه، هل ده محسوس في الوزاره بشكل كبير يعني؟ لا محسوس بالفعل، وانا بقول لحضرتك انه يعني بدليل انه معدلات الاستهلاك ومعدلات التخفيف مختلفه عن فترات سابقه. بنعمل عمليه مقارنات، الناس بدات بالفعل تتعاون، وخاصه في مع ارتفاع درجه الحراره وفي اوقات الذروه الناس بدات تستجيب بالفعل. وكنا بننبه، احنا بنقول لهم الترشيد لا يعني المساس براحه المستخدمين بقدر ما هو حسن استخدام للكهرباء. اللي عنده تكييف يخليه على درجه 25 درجه، اللي عنده سخان شغال 24 ساعه يا ريت يطفيه ويخليه فقط ساعه الاحتياج. كل دي بعض الحاجات. هي اصلا المايه سخنه لوحدها مولعه، مش محتاجه سخانات فعلا والله دلوقتي. يعني هي بس، او لو شاف بعض الفضائيات بتعمل مرصد ساعه المرصد. ازاي المرصد ده مش موجود عندنا في التلفزيون المصري يا دكتور محمد؟ يا فندم احنا زعلانين جدا بجد. لا والله، خدوا مني رقم تليفون الدكتور حافظ سلماوي اللي هو جهاز تنظيم مرصد الكهرباء وحمايه المستهلك، ووعدوا في الفضائيه المصريه ان هم يعملوا زي بعض الفضائيات. يا ريت والله يا دكتور محمد اليماني المتحدث الرسمي اسم وزاره الكهرباء، بشكرك شكرا جزيلا، ومحاوله طمانه الشعب. هو يعني الحكومه لا نسمع منها الا كلاما جميلا، بس يعني في النهايه لا نرى منها على شهر سبتمبر لا نرى منها الا معاناه وارتفاعات مستمره في الاسعار. يعني نامل ان يكون هذه المره الكلام صادق وانها تتحل على سبتمبر. استحمل يا جماعه شهر اغسطس كده، ويمكن على سبتمبر الدنيا تفرج باذن الله. بس مين بقى اللي هيعوضنا على الحاجات دي؟ ما نستحملش اكتر من كده يعني. لا طبعا يعني الناس بتدفع طبعا. الناس بتدفع وتدفع ثمن غالي لقطع الكهرباء بعشوائيه وفي اوقات مختلفه، وعوده الكهرباء باحمال عاليه، فالاجهزه الكهربائيه ما بتستحملش. لا وتقطع وتيجي على طول، وده اكتر حاجه بتبوظ الاجهزه. اه طبعا، يعني في النهايه يعني يا ريت بس يحسوا بينا شويه. ما هم مصريين زينا، ما اكيد هم يعني بيقطع عندهم برضو ولا لا؟ والله ده سؤال كان المفروض نساله لهم، بيقطع عندهم ولا لا؟ اظن يعني ما اظنش ان هو تبقى مشكله. طيب، قضيه وادي النطرون، تاجيل محاكمه مرسي في الهروب ل 18 اغسطس. اللي يهمك بقى في هذا الخبر انه في اول رد فعل له على ما يحدث في غزه، ردد الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية المعزول خلال محاكمته بأكاديمية الشرطة في قضية وادي النطرون: لبيك لبيك يا غزة، 162 شهيدا حتى فجر اليوم، لبيك يا غزة. أحدث مرسي حالة من الهرج داخل القاعة، وتقمص دور المتعاطف مع القضية الفلسطينية وما يدور بقطاع غزة، محاولا كسب بطولات زائفة. وطبعا ده يعني بعد ما كان لما كان في السلطة كان بيقول صديقي الوفي، صديقي العزيز الوفي بريز، شيمون بريز. طبعا يعني هو نحن لا ننتظر من هذا الرئيس المعزول إلا هذا الشو الإعلامي فقط لا غير. هو عندما كان في السلطة لم يفعل أي شيء للقضية الفلسطينية، لم يقدم أي شيء إلا غزة، فقط قدم لإسرائيل ما كانت تتمناه، قدم لإسرائيل يعني اتفاق صلح لم تنطلق من غزة خلاله طوبة واحدة تجاه إسرائيل، في الوقت الذي لم تقدم فيه إسرائيل أي التزام لغزة، حتى لم تسمح بدخول المساعدات الإنسانية من كل المعابر التي تسيطر عليها إسرائيل، ومعظم معابر غزة تسيطر عليها إسرائيل. لم يدخل أي مساعدات إنسانية، لم تدخل أي مواد بناء، لم تدخل أي مواد طاقة إلى غزة خلال فترة حكم مرسي. ما حدث فقط هو أنه لم تطلق من غزة طوبة واحدة تجاه إسرائيل. يعني هذا ما قدمه مرسي إلى صديقه الوافي العزيز شيمون بريز عندما كان يحكم مصر. لا بس هو كان بيتم تهريب غاز لإسرائيل، تهريب غاز من مصر. يعني ما كان يفعله أنه إسرائيل لم تلتزم بأي جزء في الاتفاق الذي تم بين غزة وإسرائيل في وقت مرسي، لكن ما تم هو فتح الحدود المصرية على مصراعيها، وكلها عبر الأنفاق وكلها عبر التهريب، لتهريب البضائع المصرية والغاز المصري والبترول المصري إلى غزة. وكان هناك طبعا كان هناك كلام عن تنفيذ المخطط الأمريكي الأصلي بأن يتم منحهم جزء من أرض سيناء، جزء من الأرض المصرية، في مقابل أن تتمتع إسرائيل بأمنها الكامل وتسيطر سيطرة كاملة على كل فلسطين. طيب خلينا يعني نتكلم أكتر في الدقيقتين اللي فاضلين في موضوع غزة. الجامعة العربية: وقف العدوان الإسرائيلي على غزة بيد الإدارة الأمريكية، الرئيس الفلسطيني يطلب رسميا من الأمم المتحدة توفير الحماية الدولية. أنا مش فاهم لحد دلوقتي إزاي ما فيش حماية دولية بصراحة على غزة. أنا يعني أعتقد أنه في النهاية كل ما تفعله إسرائيل هو يتم بغطاء دولي وبغطاء أمريكي.
وإسرائيل حتى الآن لم تفعل كل ما تريده، وبالتالي لم تتحرك أمريكا ولم يتحرك المجتمع الدولي لوقف هذا العدوان. أمريكا والمجتمع الدولي ينتظرون حتى تحقق إسرائيل كل أهدافها من وراء هذا العدوان، ووقتها سيتدخل الأمريكان ويتدخل الأوروبيين ويحدث حالة جديدة من الصلح الهاشم بين غزة وبين إسرائيل. في النهاية هناك تواطؤ كامل من المجتمع الدولي، هناك تواطؤ كامل من أمريكا مع إسرائيل ومع العدوان الإسرائيلي، وهناك عشرات الشهداء بيسقطوا في غزة، هناك عشرات الشهداء من الأطفال ومن النساء. يعني مناظر في الحقيقة مناظر تدمي القلب. لم نسمع صوت لدويلة قطر في هذا العدوان إلا مجرد صراخ، لم نرى أي دور لتركيا. احنا كل اللي سمعناه بس مثلا من قيادات حماس انه فين مصر وفين جيش مصر، الجيش مصر لم نرى اي دور وكانوا يعني دمنا متعلق في رقبتهم، هو دلوقتي هو ده اللي بيطلبوه. يعني بالعكس انا ارى ان الإدارة المصرية، يعني مصر تسامت على كل ما فعلته غزة في سيناء، مصر تسامت على الرعاية الغزاوية لكل إرهاب، ما فعلته قيادات حماس رعايتهم لكل الإرهاب الذي تم في سيناء والذي سقط في عشرات القتلى من شهداء الشعب المصري من المواطنين ومن الجيش ومن الشرطة. مصر تسامت على كل ذلك وتقف بجوار الشعب الفلسطيني، لأن القضية الفلسطينية في النهاية هي قضية محورية أيضا بالنسبة لمصر، الحفاظ على القدس هي قضية محورية بالنسبة للشعب المصري. أعتقد أنه مصر تقوم بدورها الآن وستواصل هذا الدور حتى ينتهي العدوان الإسرائيلي، لكن ما نرى هو تواطؤ دولي كبير وتواطؤ أمريكي كبير وسكوت وخرص تركي وقطري، لم يصدر إلا عبارات جوفاء من أردوغان ومن قادة قطر، ولم نرى أي فعل على أرض الواقع لنصرة الشعب الفلسطيني في غزة. طبعا احنا برضو بنناشد المصريين انه احنا مش معنا تعاطفنا مع شعب غزة وشعب فلسطين وفكرة ان احنا نفتح المعابر وان احنا نبعت إغاثة، والتعاطف مش فقط إحساس ولكن أيضا فعل، يعني فعل طبعا ده كله يعني لأن أهل غزة ما لهمش دعوة باللي بيعملوه قادتهم. لو كان الموضوع بمين بيحكمنا كان مفروض وقت ما كان مرسي بيحكمنا الناس كلها كانت تكرهنا، فما ينفعش أن أنا أقول ما هم عملوا هم سووا، هم دول قيادتهم ما لناش دعوة بيهم. لا يمكن على الإطلاق السيدة والطفل والرجل المدني العادي اللي بيتم قصفه الآن وإحنا بنتكلم وبنتحاور وبنتلاقى. لا يمكن على الإطلاق أن نجد أي مبرر للتعاطف مع عدوان إسرائيلي غاشم وهمجي وحقير على شعب أعزل يسقط منه شهداء يوميا من الأطفال ومن النساء. يعني هذه جريمة لا يمكن، الشعب المصري لا تاريخ الشعب المصري ولا مواقف الشعب المصري ولا مروءة الشعب المصري تسمح بأن نقف موقف المتفرج أو تسمح بأن نخلط الأوراق مع ما فعله قادة حماس من جرائم مع ما يحدث الآن في حق الشعب الفلسطيني الأعزل. صحيح، people to people زي ما بيقولوا، الشعب هو للشعب، ما لناش دعوه بالقيادات والحكام بيعملوا ايه، المهم ان الناس مظلومه لازم نقف جنبها. اخر خبر معانا هو اوائل الثانويه العامه من الاسكندريه والمنيا والسوهاج صعيده واسكندريه كمان، يعني بس معظمهم من منيا كمان، المنيا والسوهاج واسكندريه. اعتقد انه الصعيد يعني هذا ايضا ياتي مع زياره المهندس ابراهيم محلب لمحافظات الصعيد. الصعيد عانى من تهميش طويل رغم انه بيضم فعلا وقادر على ان يخرج مصر مبدعين كثيرين وقادر على أن يقود التنمية في مصر. أعتقد أنه نتيجة الثانوية العامة مؤشر لما يمكن أن يقدمه الصعيد لمصر، ومؤشر لأنه الإدارة الجديدة في مصر مطالبة بأن تمنح الصعيد ما يستحق من أولوية في التنمية. ونفسي يجي اليوم أن ما نعتبرش في نتيجة الثانوية العامة هو تقييم للبني آدم وتقييم لمستقبل بني آدم وتقييم للدماغ. الثورة الحقيقية في مصر يمكن أن تنجح عندما تحدث ثورة في التعليم. يا رب. يا رب. استاذ خالد ميري مدير تحرير الاخبار وعضو مجلس نقابه الصحفيين، بشكرك شكرا جزيلا وان شاء الله تنورنا في حلقات قادمه. مشاهدينا هنروح لفاصل ونرجع مره تانية نكمل معاكم مباشر من مصر.